رضوى خالد المعروفة بالطفلة لوجي تبهر متابعيها، احتفلت بخطبتها وظهرت بإطلالة أنثوية. تذكر محبوها أدوارها الشقية في مرحلة الطفولة. إليكم في هذه الحلقة تفاصيل خطوبة الفنانة رضوى خالد وأبرز المعلومات عنها. احتفلت الفنانة الشابة رضوى خالد الشهيرة بلوجي بحفل خطوبتها، وكان شقيقها الممثل أحمد خالد قد نشر صورها عبر حسابه على إنستغرام وتمنى لها حياة سعيدة. ارتدت رضوى فستاناً أنيقاً من اللون الأحمر كشف جمالها، واختارت ستايلاً بسيطاً لشعرها فتركته منسدلاً على كتفيها. أما المكياج فاكتفت بلمسات بسيطة حتى لا تتغير ملامحها. ظهرت رضوى في بعض الصور برفقة خطيبها وبعض أفراد أسرتها، وكان اللافت للانتباه في الصور أن الاحتفال كان أسرياً بسيطاً في المنزل. وتفاعل معها متابعوها وتمنوا لها حياة سعيدة، وتساءل بعضهم عن مشاريعها الفنية المقبلة خاصة وأنها غائبة عن الأضواء منذ فترة طويلة. رضوى خالد بدأت الحياة الفنية وهي في عمر الطفولة، فظهرت لأول مرة وعمرها 7 سنوات في فيلم عريس من جهة أمنية، فظهرت في المشهد الأخير من العمل وكانت تقدم دور حفيدة عادل إمام. ورغم صغر حجم الدور لكنها لفتت الأنظار بشكل كبير، ثم حققت شهرة كبيرة بعد ظهورها بشخصية لوجي مع ياسمين عبد العزيز. شاركت رضوى في بعض الأعمال مثل مسلسلات سرايا عابدين وحق ميت، وكانت وقتها تخطت مرحلة شقاوة الطفولة وأصبحت شابة جميلة. رضوى خالد غائبة عن الأضواء والمشاركات الفنية منذ فترة طويلة، ويبدو أن المنافسة بينها وبين بنات جيلها أصبحت قوية، حيث يظهر في أدوار البنات الشابات كل من ملك وليلى زاهر ورنا رئيس وميان السيد وغيرهن.